قال إنه من يتخلف عن الإدلاء بصوته بغير عذر يعاقب بالغرامة التي قد تصل إلى 50 جنيه. هذا هو السبب. من يتخلف عن الإدلاء بصوته بغير عذر يعاقب بالغرامة التي قد تصل إلى 50 جنيه. لا أحد في مصر يملك ألا يطبق القانون، لا أنا ولا غيري. يبقى في نص في القانون بيقول كده، في نص القانون بيقول كده. النص ده مفعل؟ طبعا مفعل. اتلغى ولا ما اتلغاش؟ يجب تطبيقه؟ يجب تطبيقه. قال ليه تطبيقه ايه بقى؟ طلع في انتخابات رئاسة الجمهورية فإشاعات، أصله هي بطاقات التموين، أي أصله هيضيف الغرامة، أصله هي. هذا كلام عالي تماما من الصحة. نص واضح. من يتخلف يعاقب بالغرامة التي قد تصل إلى 500 جنيه. خلينا نقول لحضراتكم انه الغرامه التي قد تصل 500 جنيه مش معناها انها غرامه 500 جنيه، ممكن يغرموا 100، ممكن يغرموا 100، 50، 200. النص القانوني كده، الغرامه التي قد تصل الى 500 جنيه. تسقط من استحقاق حضرتك؟ لا خالص خالص، وده انا يعني الحقيقه كنت عاوز اتكلم فيه لان ده المهم، ده المهم. المهم لان حضرتك المفروض تسالني السؤال الثاني. طب انت قلت كده في رئاسه الجمهوريه عملتوا ايه؟ لا هو كان العدد الملايين، لان احنا اعلنا ان كان 24 مليون التصويت، فكان اكثر من 30 مليون اللي ما راحوش يدوا صوتهم، وبالتالي كان انت بتعمل حصر لهذه الملايين، وعشان تساعد النيابه العامه انها تعمل كشوف ازاي تطبق الهزيله، امر يحتاج وقت شويه. القانون قال ان هذه الجرائم لا تسقط، هذه الجرائم الانتخابيه لا تسقط، يعني عدي سنه او اكثر مفيش مشكله. لكن خلونا قبل ما نبرز هذه الجزئيه، وانا عارف انه عظيم يعني نسلط الضوء عليها، نقول بشكل واضح احنا مش رهنا على الغرامه، احنا مش رهنا على انه ما يروحش فبالتالي يتغرم، او زي ما قالت الاستاذ رشا ان احنا يعني يعني بنهدد الناس او القيل يعني بنهدد الناس، ابدا وما ينفعش. انا بعتبرها ان هي نوع من انواع، وان كان نوع يعني متزايد شويه، التثقيف والتوعيه اللي احنا معنيين بيها. القانون اعطى الهيئه الوطنيه حق تثقيف وتوعيه الناخبين زي اللي بنعمله دلوقتي.